الباب السادس والسبعون ومئتان. باب النهي عن الغش والخداع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة، وهي الخديعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا. رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه.